هذا واحد اثنين تسد ولا ايش يا صاحبي؟ انا ربي انا ربي اخر صلاه اموري طيبه معي. لا قوي رئتك، السيطره تحت الامور. على وين يا فؤاد؟ على وين؟ بهادي الاول مره حتقول بهادي، انا كنت ادخل من الشلال. يمكن اسم المنتجع بهادر، يعني من الشجاع. بهادر يمكن، بهادر انسب. يمكن راعي المنتجع اي واحد هندي فقال بهادر، يعني اللي يخش الغوص بهادر. بشويش مطب احا منتجع بهادر، هذا هو للنزل السياحيه. طيب الحين في الغوص اذا زنقت وكذا ايش تسوي؟ بروح اداره المياه انا. مندجع بهادر، بهادر طبعا باللغة الهندية يعني واحد شجاع كذا. ويمكن هذه أشياء تجربة لك. والله من جد. شركة خليل عبد الرحمن بهادر وأولاده، هذا أكيد هندي. لا شايف، شركة خليل عبد الرحمن بهادر وأولاده، بهادر واحد شجاع. انتبه تحت تحت تحت. اليوم شو نسوي يعني شايف هذا وتصور لي في عقد زواجنا؟ لازم رقم الرخصة ولا محتاج؟ لا لا خلاص. مبروك مبروك. الله يعطيك. هذه اخلاق اذا ما لهم دخل يعني. كنت افكر في الاسم التركي هذا بهادير ولا ايش؟ لا 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 بهادر المسلسل. يمكن هذه اشياء تجربه. اي والله انا كنت قبل شويه اقول يعني هذه التجربه اللي انا كنت احلم فيها كثير، وانا اشوفها جوا الناس ما شاء الله يدخلوا يشوفوا الاسماك والمخلوقات هذه. عادي تروح اكواريوم فقير. لا بسيطه مو لازم تشوف. لا اكواريوم اكواريوم ايوه نفسك انت تشوف تلمس. تسلم التصوير تمام. هذا هو المصور. حناخذ جولة بسيطة حوالين الفلات فورم، حنشوف سمكة النيمو، حنشوف إذا الله كتبنا شو بيصير حول الأخطبوط، نظرة البص، هذول إذا الله كتبنا نصير، فإن شاء الله واللي بعد الأسبوع بعد ما نخلص، كل ساعة إن شاء الله. المدير روح وإحنا مشغولين بالتصوير، الله يهدينا. يلا يلا يقول لك في بيبي شارك هناك جوا. يا سلام. السقالة شوف شايفين السقالة؟ للأسف ما في شيء هنا كله وساخة. ايه سمك 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 سمك. تعال 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 سمك. تسلم بعد شوي بتسلم عليه. حنسلم عليه. ايه حنسلم ونبوس كل حاجة. طيب هذولي 100 غواص يدخلوا على طول. الان طبعا قبلنا يعني. المعدات. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. ها الكوتش تدخل بهذا؟ والله ما ادري اشوف في اهم شيء اول شيء تجرب يعني. ايوه بس. الله وحدات علامات تمام. انا فضيحة. حتى لارج ما جاء معه. قفل قفل. هذا ايش نسوي فيه؟ هذا واحد اثنين. احنا شوية شوية تم مستعدين بس تمام؟ طبعا 100 غواصين هذولي جو هنا مغوص يبحث فوز مسابقة الغواصين عبد الله البسام. ما ادري ايش الفكرة بالضبط لكن نشوف. شوف هنا 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 شارك معنا لا يفوتك الحماس. هذه الاشياء كيف نغيرها؟ هذه الاشياء كيف تغيرها؟ تمام؟ يا هلا خلاص ان شاء الله شبه جاهزين. خذ الصور عند المسبح. اوه ايش الحركات هذه؟ هذا جوالي. هذا جوالي.
خلاص كده بعد التصوير هذا احنا نازلين مسبح بس في عوائل عشان كده ما حنصور ما نستطيع ان نصوره هو هذا تجهيزات المدرب يا عمي روح انت وبوت قرشك مع المدرب عامر جان تسد ولا ايش يا سعد؟ انا ربي انا ربي اخر صلاة قبل اخر ركعة قبل اول استعداد ما شاء الله وزنك مرة زاد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وزن المصور مو انا كيف انزل شوي لتحت انزل اللي بعده يا سمكه يا حوليه حي الله الشباب ما شاء الله الكابتن فؤاد والكابتن سعد الكابتن عمر يا الكابتن الصاعد ما شاء الله ومدربنا الحلو الكابتن عمار بسم الله شوي ينزل بسم الله بسم الله بالتوفيق يا شباب بالتوفيق يا شباب بالتوفيق يا شباب كيف مستعد؟ مستعد ما شاء الله ما شاء الله بالتوفيق يا شباب حالي نعلمك حالي نمشي شوي شوي لورا يلا نرجع شوي شوي لورا كيف التدريب؟ ها؟ كرب ولا تدريب التحصيلي ولا يا هلا يا مرحبا والله تعبنا تعبنا صراحة لا لا باقي نزلة البحر إن شاء الله قلوبنا قوية وننزل لسه 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 نمونة إيش يعني نمونة؟ يعني شيء بسيط بيض من بيض يا سلام عليك بس مسبح من بحر أنا الكوب من حاجة واحدة صغيرة النفس النفس الخشن ليش إحنا طبيعتنا يعني ما تعودنا على التنفس السليم التنفس السليم إنك تسحب من الأنف أيوه هنا تسحب من فمك تطلع من تطلع من فمك إذا تبغى تنفس النفس هذا نائب مدرب لا لا إن شاء الله قوي قلبك إيش لا لا قوي قلبك قوي رئتك أموري طيبة معي لا قوي رئتك السيطرة تحت الأمور حلوة دي خلصنا التدريب لكن المشوار الأكبر فين؟ البحر دي اللي حتصورنا داخل البحر استعدادات الأخيرة ها؟ يا سلام فنان طيب قبل لا ننزل هنا ما شاء الله تكريم ما تكريم الآن تكريم المسابقة هذه أخذت الأول شكلها بسم الله وعلى بركة الله بسم الله نبدأ حكاية جديدة نبدأ بسم الله
اخيرا الحمد لله والله تمت المهمه بنجاح. كيف كانت التجربه؟